قليل. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وفرضت أجهزة الأمن كردون حول المبنى المنهار لفرض ما يشبه بحرم حوله للتمكن من استخراج الناجين. العقار مكون من 10 طوابق، به مصنع للملابس الجاهزة ووحدات سكنية، وهو عقار قديم سقط منذ قرابة 3 ساعات. وتستمر عمليات البحث عن ناجين حتى الآن، كما توضح الصورة وهذا البث المباشر الاستعانة بلوادر لرفع الأنقاض أملا في العثور على ناجين آخرين. 3 مواطنين لقوا مصرعهم في هذا الانهيار، وأصيب حتى الآن 23 آخرين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج. الحماية المدنية موجودة بالمكان، تم فصل الكهرباء عن المنطقة، وسيارات الإسعاف وصلت استعدادا لنقل أي مصابين يتم انتشالهم من أسفل أنقاض هذا العقار. كما هو موضح بالصورة، بعض من رجال الحماية المدنية يقومون بتكسير كتل خرسانية في العقار. الوحدات السكنية التي كانت شاغرة بالسكان، وقطعا من الملابس الجاهزة التي كانت معدة للبيع والتوزيع. كما توضح الصورة، وجود أفراد من شركة الغاز لإغلاق أي محبس رئيسي قد يؤدي تسرب الغاز إلى عواقب وخيمة لا قدر الله. العشرات من المواطنين تجمعوا لمساعدة قوات الأمن، قرابة 4 ساعات تعمل فيها أجهزة الأمن والحماية المدنية على قدم وساق أملا في البحث عن ناجين أسفل أنقاض هذا العقار. بعض العمال الذين كانوا في الطابق الأرضي من هذا العقار لينتمون لإحدى محافظات الصعيد، ومن قرية واحدة فيها بحسب أقوال أحد الناجين منهم،
قوات الأمن فرضت كردون حول المبنى المنهار لسلامة باقي سكان العقارات المجاورة. تستمر عمليات رفع الأنقاض كما توضح الصورة، أملا في البحث عن ناجين. أسفل أنقاض هذا العقار الذي كان مكونا من 10 طوابق العمل لا يقتصر على المعدات الثقيلة فقط، وإنما كما توضح الصورة يعمل رجال الحماية المدنية بأيديهم في الأجزاء التي لا يتم أو لا تتمكن المعدات الثقيلة من الوصول لها. أفراد الحماية المدنية يتجمعون حول أو بالقرب من جزء من الأنقاض. يخضع المصابون الآن للعلاج بمستشفى السلام العام، وهي الأقرب إلى موقع الحادث.